السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. مع قرب انتهاء المهلة المقررة، تعديلات وزارية مرتقبة لحكومة السودان بعد 6 أشهر من منحه الثقة. قطار العودة العربية يواصل مسيرة نحو سوريا، تأشيرة جيوستراتيجية للجامعات العربية. وفق مؤشرات الأداء والمهنية، تسعى حكومة الخدمة الوطنية إلى إجراء تعديلات في التشكيلة التنفيذية تشمل وزراء مدراء عامين مع قرب استنفاذ المهلة المحددة ب6 أشهر. هذا التقييم اللي تعده الحكومة أداة لقياس مدى الالتزام بتنفيذ مقررات البرنامج الحكومي، ربما راح يكون سبب لتغيير عدد من الوزراء والمدراء اللي لم يحصلوا على عدد كاف من نقاط الإنجاز. فالبحث عن الأكفاء هو المعيار المعتمد، وهذا النهج جديد ولم تألفه الدورات الحكومية السابقة. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فراح تتجه بوصلته نحو سوريا، فإن معطيات إزالة غبار سنين الحروب والدمار قد اقترب بعد وصول قطار دمشق إلى 3 عواصم عربية جديدة. وعلى وقع هذا التقارب العربي السوري، ترتفع نقاط عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية بعد تجميده عقب أحداث عام 2011 ب8 أشهر. ورغم معارضة دول أخرى على هذا المسار أو الالتحاق بجهود التطبيع مع العهد الجديد، إلا أنها كما يبدو غير معرقلة لحصول دمشق على تأشيرة جيوسياسية في محطة تصفير المشاكل. هاي الملفات مشاهدي الأحبة راح نتابع حظ من حصادنا لهذه الليلة ونناقشها ويا ضيوفنا الكرام. تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريمين الأستاذ محمد الياسر المحلل السياسي ضيفا كريما في الأستوديو، حياك الله أستاذ محمد. وينضم معي عبر سكايب من الموصل الدكتور زهير الشلبي عضو ائتلاف دولة القانون، حياكم الله ضيوفا كرام. بداية نتحدث عن الفكرة بأساسها أستاذ محمد، يعني لما تطبق لأول مرة فطيلة الدورات السابقة لم تشهد هذا المبدأ، وتحدثنا في المقدمة عن أن حكومة الخدمات لطالما قد اشتغلت على موضوع تغيير الوزراء، تغيير المدراء العامين أو التلويح لهم بهذا التغيير في سبيل أن يكون الأداء منسجما مع ما يريد مجلس النواب أو رئيس مجلس النواب، دون ما تكون هنالك ضغوطات من الأحزاب السياسية التي كان الوزراء من ضمنها. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولضيفكم الكريم ولمشاهدينكم الكرام. طبعا أنه السيد السوداني قد شخص وحدد في برنامجه الوزاري الأول والذي صوت أيضا عليه مجلس النواب بأن هناك تقييم لأداء الوزراء للمسؤولين في الدولة العراقية، وحدد المهلة ب6 أشهر بأن يكون هناك تقييم حقيقي لأداء الوزراء. طبعا هذه الخطوة تعتبر أن هناك حقيقة رغبة جدية من السيد السوداني في أن يكون الوزراء والمسؤولين وفق البرنامج المعد والالتزام الكامل بأن ما ذكر في البرنامج الوزاري يجب أن يطبق بشكل دقيق، رغم أن هناك حتى يعني ضغوطات سواء داخلية أو خارجية في هذا المجال. لكن التقييم الذي جاء من مجلس النواب للوزراء، أغلب الوزراء كان تقييمهم بنسبة جيدة، ما يقارب بدرجة أعلى درجة 75% إلى 35%. واللطيف الأمر أنه أغلب وزراء الإطار التنسيقي قد حصلوا على نقاط متميزة في التقييم البرلماني، وبالتالي هذا مؤشر إلى أنه الوزراء خصوصا من المكون الشيعي هم قد كانوا درجة أعلى متميزة في هذا التقييم. هذا أيضا أعطى مؤشر إلى أنه احتمالية التغيير قد تكون صعبة، باعتبار أنه الوزراء الآخرين الذين يروم تغييرهم أو وفق التقييم، إذا تم اعتماد التقييم الذي جاء من مجلس النواب،
باعتبار أنه من المكونين السني والكردي قد يؤشر إلى أنه هناك استهداف سياسي قد يثيره الطرفان السني والكردي، وبالتالي هنا قد تكون مشكلة حقيقية ومعرقلة لعملية التغيير الوزاري. هذا من جانب. من جانب آخر أنه السيد السوداني يعتمد أيضا ليس فقط آليات مجلس النواب، وإنما على التقييم، والذي أيضا من جانبه هو كتقييم لأداء الوزراء وفق النقاط التي حددها هو في البرنامج الوزاري، ووفق متابعته هو لأداء أعضاء حكومته وكابينته الوزاري. بالتالي هذه العملية تجري وفق انسيابية عالية إذا كان السيد السوداني يريد أن يعتمدها هو بعيدا عن الضغوط السياسية الأخرى، لكن في مجال إذا تم اعتماد تقييم البرلماني بالتالي أجد هنا صعوبة أن يكون هناك تغيير مرتقب. وعلى ضوء المحدد أنه من التغيير أنه هناك ما بين 4 إلى 6 وزراء قد يكونون مشمولين بالتغيير. مؤشرات التقييم دكتور زهير حياك الله مجددا، نتحدث عن هذه المؤشرات اللي تم اعتمادها في هذه العملية، هل راح تمنح الكتل السياسية السوداني مساحة لهذا القرار، أم أن الضغوطات السياسية راح تمارس مثل ما كانت تمارس في الحكومات السابقة، وخصوصا وأن هذه الحكومة هي تم اختيار وزرائها من ضمن الأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان؟ أولا السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير. حياكم الله. تحياتي لجنابك ولكادر القناة ولضيفك الكريم. أهلا ومرحبا بك دكتور. القياسات يعني نحن كاقتصاديين عندنا موضوع القياسات في حسابات التنمية الاقتصادية والتقييم، يعني هل هناك جهاز المتابعة والتقييم ولا فقط جهاز المتابعة؟ ما لكل مشكلة أيضا هناك عوائق لعمليات الإنجاز اللي نقول. وبما أنه السيد السوداني أطلق على هذه الحكومة حكومة خدمات، يجب أن يكون الوزراء على مستوى عالي في الاختصاصات، يعني وأنت تعرف يعني العراق الوزارات المهمة معروفة بعدد الأصابع الكفين خلينا نقول، يعني مثلا وزارة الصحة، الإعمار والإسكان، وزارة النقل، ووزارة التخطيط، وكذلك وزارة نحن ما عندنا وزارة الاقتصاد اللي هذه تعتمد على أن تكون وزارة البحوث الاقتصادية والدراسات الاقتصادية لتكون وزارة استشارية لعملية التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي. نحن نفقد، عندنا وزارة اسمها التجارة، وزارة للاستيراد البضائع وما شابه ذلك، ولا علاقة في التنمية الاقتصادية. مثلا يعني خلي أضرب لك مثلا على القياس، يعني الآن عندنا وزارة الإعمار والإسكان هي مؤسسة عملاقة وهي الطرق والجسور مثلا، وما هي الخطة؟ يعني مثلا الآن يسأل بالاجتماع مجلس الوزراء يسأل الوزير، تعال أخي العزيز أنت صار لك 6 شهور، ما هي إنجازاتكم في مثلا، نضرب مثلا على الطرق والجسور. القياس التنمية الاقتصادية ترتبط بأمور كثيرة، مثلا أنت أشقد أضفت كم ألف كيلومتر أو كم 100 كيلومتر خلي نقول إلى الطرق الخارجية الهايويز، يعني لأن الطرق الداخلية مسؤولة عنها المحافظات وكذلك مسؤول عنها أمانة العاصمة وما شابه ذلك من الدوائر، أما الطرق الخارجية والجسور مسؤولة عنها الوزارة. ماذا أنجزت مثلا في بغداد؟ كم جسر أضفت؟ ما هي مشاريعك المستقبلية؟ لأن أنت وين رايح بهذا؟ ما هي العوائق؟ يعمل مناقشة، يعني يسموها هاي عملية مناقشة لكل وزارة إلى يوم يناقش فيها الوزير عن الإنجازات والقياسات وبالأرقام، يعني احنا ما نحكي بالمناظر وبالصور والفيسبوكية مثلا، يعني الآن وزير الدفاع بطل بالفيسبوك مثلا يفتل على القطاعات العسكرية، لكن ما هو التدريب، مستوى الجيش، مستوى العمليات، مستوى الجهد الاستخباري، التطور في الرادارات، الصواريخ، المدفعية،
هاي كلها مثلا قياسات. اذا يعني كانت هذه ضمن المنجزات دكتور زهير، اذا كانت هذه ضمن المنجزات، وتحدث الاستاذ محمد الياسري عن نسب الانجاز من 35 الى 75%، بالتالي من لديه هذه الانجازات هل سيشمل بالتغيير الوزاري، ام ان من لديهم نسب متدنيه بالانجاز هو اللي راح يكون الخطوط الحمراء تحت اسمائهم ومرشحين للتغيير سواء الوزراء او الوكلاء؟ طبعا على كيف تقاس سكنية، مو على الشكل ولا على المنبر ولا على الفيسبوك، ما تقاس بهذه الطريقة. نعم. تقاس أرقام إنجاز، يعني هناك خريطة عمل، يعني مثلا ماذا قدمت أنت يعني بهذه الفترة الستة أشهر، ما هو الإنجاز، أشياء أضفت إلى الـ إلى إلى عملية الخطة الاقتصادية اللي راسمها في البرنامج الحكومي السيد رئيس الوزراء. نعم. ايش قدمت بهذا الموضوع؟ زين، هي ارقام، مشكله يعني هو لو بس يستخدمون الارقام في عمليه التقييم على الارض، يعني هذا راح يكون القياس المثالي للتقييم، يعني بهذا الاتجاه يستطيع رئيس الوزراء. طيب. يعني كلمة خلي أقف عندها، قلت حضرتك دكتور زهير أنتقل بها الأستاذ محمد. دكتور زهير يقول بأنه التقييم مو على الفيسبوك، ويبدو أن هذا الموضوع إشارة إلى الحكومة السابقة من رئيس وزرائها إلى بقية الأداء كان الأداء فيسبوكيا والمنجز فيسبوكي. ونستذكر بأن اللجنة البرلمانية المتخصصة بتقييم الأداء الحكومي كانت نسبتها جدا متدنية، فبالتالي إذا ما قارنا حكومتين كيف سنصل إلى نتائج نقدر نعتمدها في الشارع؟ بالتأكيد أنه عملية الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في تقييم الوزراء هي حقيقة ظلم كبير. هذه كان جزء من نشاطات الحكومة السابقة هو الاعتماد على الفيسبوك، التي هي أسوأ حكومة مرت على العراق بعد 2003 هي حكومة الكاظمي سيئة الصيت، والتي نتاجاتها تدفعها هذه الحكومة اليوم التي تقوم بعملية التغيير. حقيقة هناك يقوم السيد السوداني بعمليتين، الأولى عملية تغيير جذري في بناء الدولة والتأسيس لبناء دولة حقيقية من خلال وضع الأركان الحقيقية في كل وزارة ومتابعتها بشكل دقيق، والمرة الثانية لا، هو عملية تسيير الأمور اليومية وبعض المشاريع التي يجب أن يتم البدء بها وعملية التغيير. وأنا أذكر لك كثير من المؤسسات، مثلا إذا نأتي إلى مجموعة من الوزراء وخصوصا في حادثة اليوم، مثلا عندنا عملية الهروب التي حدثت لسعد كنبش من الموقف مال كرادة مريم. كيف تعمل؟ لأول مرة يتم ملاحقة وإلقاء القبض على هارب من المسؤولين في هذه الحكومة خلال ساعات، هاي لم تحدث سابقا. هذه أكو جدية في العمل، هناك متابعة حقيقية حتى من قبل الوزراء. فإذا نأتي إلى كل وزير من الوزراء، إذا متابعة عمله نجد هناك جدية حقيقية في العمل رغم المعوقات التي وضعت في المرحلة السابقة وكذلك في الحكومات المتعاقبة اليوم. فبالتالي عندما يأتي السيد السوداني للتقييم عمل الوزراء، ليس فقط هو بالتأكيد ينظر إلى عملية الضغوط التي يمر بها كل وزير وكل مسؤول في الدولة، وبنفس الوقت كيف ما قام به خلال هذه الفترة من إنجازات. نجد مثلا في مجال الأعمار والخدمات وضع غرفة متكاملة للجهد الهندسي والخدمي، وقامت وشفنا نتائجها وآثارها الحقيقية في المحافظات وحتى في بغداد، كذلك في جميع القطاعات الأخرى، حتى في مجال الاقتصاد الذي هو اليوم الحيوي، كيف واجه مثلا صعود وارتفاع الدولار وكيف عمل على تخفيضه بقرارات جريئة وحقيقية. طيب، إذا كذلك في القرارات المتعلقة برئيس الوزراء وبالتشاور مع الجهات المعنية في وزاراته أو في المنظومات الساندة لها في بقية السلطات، ولكن حول التغيير الوزاري أستاذ محمد، يعني لا زال أن هنالك أحاديث سياسية عن رسائل وصلت من الخارج إلى السوداني. نتحدث عن، أسأل حضرتك عن صحة هذا التدخل في عملية الدفع بالتغييرات الوزارية إلى الأمام. الخارج يضغط بأطراف باعتبار هناك خصوصا في المكونين السني والكردي هناك بعض الأطراف خصوصا أطراف خليجية لديها ارتباطات خليجية، هناك تسعى إلى أن الاستفادة من العلاقة والانفتاح العراقي مع الخليج، هذا الدور في هذا الجانب. لكن أنه المسألة الأهم أنه ما تجري عملية التغيير،
شوف بطبيعة الحال أنه عملية التغيير إذا جاءت اليوم القوى السياسية كلها أنه تقف بشكل ضاغط لمنع هذا عملية التغيير لأسباب أنه هناك انتخابات مقبلة، بالتالي أي وزير إذا كان منتميا إلى كتلة ويستبعد في عملية التغيير أنه عامل فشل ويؤشر على الجهة أنه هذا عامل فشل، بالتالي هذا قد يؤشر حتى على الجهة ويمكن أن يعتبر الجهة تعتبره استهداف لها خصوصا أمام مرحلة الانتخابات، فبالتالي هناك مماطلة حقيقية في الضغط على رئيس الوزراء بتأجيل عملية التغيير الوزاري. هذه نقطة مؤشرة، خصوصا إذا لاحظنا هناك انقسام في المكون السني وتشظي وما يتعرض له السيد الحلبوسي من انقسام وضعف موقفه بشكل كبير أمام الطرف الآخر من المكون السني، وكذلك في المكون الكردي الذي يعاني أيضا من انقسام ما بين سواء خلاف ما بين الحزبين الكرديين وكذلك من قوى سياسية أخرى رافضة للحزبين الكرديين ومنهجهم في الدولة. بالتالي هذه العملية أيضا تشكل عامل ضغط على السيد السوداني الذي هو يعمل أيضا بطريقتين. أولا النقطة الأولى أنه التجنب لعملية حدوث صراع سياسي أو صدام سياسي يعرقل حكومته والتخلص مما حدث في حكومة السيد المالكي الثانية عندما حدث هناك صراع سياسي أدى إلى دخول داعش، وكذلك التخلص مما قد يأتي إلى أن هناك محاولة من قبل أطراف غير مستفيدة وكذلك منظمات تابعة إلى تشرين كان أيضا غير مستفيدة من السلطة الحالية أو لا وجود لها، بالتالي تسعى إلى العودة على أمل الحصول على مكاسب فمستغلة عدم وجود التيار الصدري أو انسحابه، وبالتالي إثارة بعض الأطراف في التيار ودفعه للدخول في التظاهرات. فبالتالي السيد السوداني يعمل على كل هذه أن يستجنب موضوع الصراع السياسي أو عملية الضغط في سبيل أن تبقى الحكومة مستمرة، خصوصا أن هناك إنجازات على الأرض كبيرة. طيب. فأحيانا يكون دفع الأشد ضررا بأقل ضرر. هنا أنا دكتور زهير نتحدث عن الوزارات المتوقع أن تشمل بالتغيير الوزاري، هناك أنباء تتحدث عن 3 وزارات عن 5 وزارات، ما هي الأرقام المرشحة لدى حضرتك وكيف تبني عليها؟ لا أنا سمعت كثير من القادة السياسيين أنه ما عندهم علم في موضوع التغيير الوزاري وما عندهم أي يعني ما حد عطف أن هناك مناقشات داخل الإطار أو داخل الكتل السياسية موضوع التغيير الوزاري. هو الآن حديث يعني السيد رئيس الوزراء ليتحدث عن احتماليات يعني بعد انتهاء فترة 6 أشهر، وهو يعني كرئيس وزراء مشخص أكيد يعني موضوع، لأنه هو أيضا عنده خبرة في عملية إدارة الدولة وإدارة الوزارات فيعرف وين الخلل يعني ومن هو الوزير الكفو ومن هو الوزير المتلكة في عمليات إدارة الوزارة والإنجاز. هذه قرر الوزير ولكن الرئيس الوزراء، ولكن يعني هناك أيضا ضغوطات دولية. يعني أنا ما أريد أتحدث بالإنشاء كما تحدث ضيفك الكبير، أنا كل شيء ما فهمت يعني بصراحة كله أكراد وعرب وما أعرف إيش وما ما فهمت يعني بصراحة، ولكن هناك مؤشرات يعني مؤشرة على وزارات معينة هذه تابعة للفصائل المسلحة مثل وزارة التعليم. خلينا نحكي بصراحة، ليش احنا دائما نلف وندور حول الموضوع؟ هذا ايضا يعني ضغوطات دولية، وما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كون الاخ ايضا يعتبر احد قادة الحشد الشعبي وعنده فصيل مسلح وما شابه ذلك، وبعض الوزارات اللي مثلا منتمية إلى جهات مسلحة كما هم يدعون، مو أنا هذا الدعاية، هذه ضغوطات خارجية يعني. وعند رئيس الوزراء أيضا عنده مؤشرات اقتصادية ومؤشرات إنجاز يعني مثلا خذ وزارة الإعمار والإسكان الطرق والنزل، تعال شوف مثلا مدخل بغداد الشمالي الآن، يوم أمس أنا جيت من الموصل إلى بغداد
60 كيلومتر من العباية تشيلي بغداد، طول الساعتين معنا، طرق مكسرة ما 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 ما, ما للقرون الوسطى، يعني ما ممكن أيام عربات الخيل كانت أفضل هذه الطرق هذه. هذه ليش مثلا مو ملا؟ وين وزير الإعمار والطرق والجسور؟ هذه طرق خارجية، المفروض العراق الآن يرتبط بشبكة خطوط هايويز من البصرة إلى زاخوة، هذا الخط الدولي كما يقال. وين هذه كلها أيضا سكك الحديد؟ ما أنت ما تحكي لي على إنجازات هذه الترقيعية مثلا، يجون يبلطون شارع في مناطق شعبية أو في مناطق سكنية، هذا شغل البلدية وشغل مدراء النواحي وشغل البلديات هذا، لكن المشاريع الاستراتيجية مثلا. طيب هذا إذا كان هذا التشخيص على مستوى بغداد دكتور زهير، ونحن التقينا في الكثير من المسؤولين عن هذه المشاريع تحدثت عنها، هسه ما نريد نخوض في تفاصيلها، ولكن خلينا نتحدث عن الموصل، حملات الإعمار في الموصل اليوم هل تراها بأنها بالمستوى المطلوب أم أن هنالك أيضا تلكؤ بالمشاريع، ومن سيطالهم الحساب إن كان هنالك تلكؤ؟ مشاريع ترقيعية أخي، ماكو مشاريع إنجاز، يعني ماكو جسور جديدة مثلا، ماكو طرق جديدة طرق حولية، ماكو مثلا مشاريع ماء. طيب وفقا لذلك راح تطال هذه التغييرات يعني الوزارية، تطال المحافظين على سبيل المثال، يعني عندنا مصانع كبيرة في الموصل معاطلة منتهية، مصنع النسيج، مصنع السكر، مصانع الكثير من المصانع المتعطلة، يعني أكو قضايا، يعني مثلا شوارع حولية حول المدينة مثلا، هذه الاختناقات المرورية هذا ما موجود، عمليات ترقيع وتسجير شوارع وتزيين شوارع بالأجهزة الكهربائية كما يقال بالأضوية وما شابه ذلك، أما مشاريع بناء، مشاريع إعمار، مشاريع سكن، حتى مشاريع استثمارية للسكن ما عندنا. يعني المحافظة الوحيدة في العراق الآن ما بيها مشاريع خاصة للشركات خاصة للسكن، يعني البناء العمودي خلينا نقول كما نشاهد في بغداد وبعض المحافظات في إقليم كردستان. يعني احنا الموصل كما هي المدينة القديمة لا زالت خربة. دكتور مو هسه تقول ماكو مشاريع في بغداد وهسه تقول انه مشاريع البناء العمودي في بغداد. طيب استاذ محمد، يعني اذا بشكل او باخر السؤال استاذ احمد اذا تسمح لي في مداخله، انه ذكر ضيفك الكريم بانه وزير التعليم العالي هناك ضغوط لتغييره او فشي، انا اقول يعني اقول للدكتور بشكل واضح بانه وزير التعليم العالي بالمؤشرات التي جاءت والتي من البرلمان وكذلك بالتقييمات التي خرجت من أنجح وأفضل الوزراء في حكومة السيد السوداني هو وزير التعليم العالي الدكتور نعيم، ومؤشر أيضا ومستبعد تماما من عملية التغيير. بس اسمح لي مداخلة. اتفضل دكتور. أنا ما حكيت عليه للرجل وقلت ما عنده إنجاز، ده أقول هذه ضغوطات دولية ضغوطات خارجية، يعني أنا ما حكيت الشخص كفو ولا غير كفو، ما هذا قصدي، يعني قصدي أنه هناك أيضا تأثيرات خارجية مو بس عليه الرجل، يمكن أيضا الأستاذ أحمد الأسدي أيضا رجل كفو، يمكن ده يشتغل بطريقة جيدة أو عنده إنجاز وعنده تطور في الوزارة، لكن أنا مو أقصد هناك أيضا مؤشرات خارجية على بعض الوزارات أنه هاي يجب أن تتغير. لا، هي ضغوط خليجية بالدرجة الأولى أكثر مما هي غربية بالخليجية فيما يتعلق بالمكون السني بالدرجة الأولى، هذا اللي العائق. طيب. الوحيد أمام التغيير وفقا لهذه الضغوط أستاذ محمد، يعني راح تتفهم الكتل السياسية ضرورة الاستبدال الوزاري أم راح يكون لها اشتراطات بالتعويض من نفس الكتلة؟ إذا تم استبدال الوزير فمن نفس الكتلة ومن نفس الحزب يجب أن يأتي الوزير الآخر. نعم، أنا ذكرت لك أستاذ أحمد بأنه عملية التغيير خصوصا أمام مرحلة مقبلة، نحن مؤشر إلى أنه انتخابات هناك، بالتالي كل كتلة سياسية تؤشر إلى أنه أي وزير يستبعد منها في هذه الظروف أو يؤشر على أنه وزير فاشل أو لم ينجح على أقل تقدير في إذا نقول بأنه لم ينجح في إدارته للوزارة، هذا يعتبر مؤشر إلى أنه الكتلة التي رشحته أيضا غير ناجحة، وبالتالي ستكون له عواقب سيئة في مجال الانتخابات، هكذا ينظر لها.
بالتالي هذه استعيق تعتبر جزء ضاغط كبير يمنع من عملية التغيير الوزاري التي يروم السيد السوداني القيام بها. هذه حقيقة العملية المعقدة. أما من جانب الحقيقي لأداء حكومة السيد السوداني للمشاريع التي تقوم بها سواء على مختلف الوزارات قياسا بالحكومات السابقة فهي أفضل مما اليوم أفضل من جميع الحكومات السابقة، حتى الوزراء اليوم قاموا بأداء جيد نسبة إلى الوزراء السابقين أيضا حتى في وزاراتهم. فالعملية هنا عملية التغيير تصطدم بأن هناك جانب انتخابات وكذلك جانب الضغوط سواء الداخلية والخارجية هو الذي يمنع. طيب هنا يعني هل هنالك محاولات دكتور زهير لخلط الأوراق إذا ما اعتبرنا أن هذا التغيير ورقة ضد السيد الحلبوسي لتهديده بوزراء تقدم؟ خلينا نحكي بهذا الوضوح. لا، هو القضية مو قضية يعني وزراء تقدم. هو السيد رئيس الوزراء تحدث عن الكفاءة وعن الإنجاز، يعني هو ما تحدث عن المكونات ومن هون من هالطرف أو من هذا الطرف. يعني هو يتحدث عن موضوع، يعني هو أنا لحد الآن لا أريد أعرف القياس اللي راح يقيسون عليه كفاءة الوزير. كيف راح تتم هذه القياسات؟ يعني مثلا وزير الثقافة مثلا ماذا قدم؟ أيضا هذه وزارة أيضا مهمة، وزارات كثيرة، وزير الشباب مثلا أيضا ماذا قدم من إنجازات؟ هذه مو سهلة العملية. يعني عملية التقييم يراد لها أولا فترة زمنية أطول من الستة أشهر، يعني على الأقل فترة سنة. يعني ثانيا أنا ما أفهم يعني من يجيبون فلوس الآن حتى يشتغلون، والموازنة لحد الآن ما تمت المصادقة عليها، لأنه لا يمكن وزارة المالية الآن أو وزارة التخطيط تطلق المشاريع بدون إطلاق الموازنة العامة. يعني أنا ما أعرف باي ست أشهر إذا موازنة ماكو، يعني زين كيف يعني أموال تنمية الأقاليم بعد حتى الآن ما صادقت الوزارة، إمتين راح تنطلق وإمتين راح تتقدم المشاريع وإمتين راح تصادق عليها وزارة التخطيط وإمتين أن يعملون تقاطع ما بين المشاريع؟ ما أنتج من العملية؟ يعني أنا ما بفهم يعني وين المشاريع الاستراتيجية عن المشاريع الخدمية المحلية؟ نعم. يعني أنا يعني غير أكون عندي خطة أو عندي فد استراتيجية معينة أو عندي جهاز للسيطرة والمتابعة والتقييم. أنا عملية التقييم عملية أرقام، عملية إنجاز، عملية إضافة، عملية نمو. نعم. التنمية الاقتصادية، يعني مو مسألة حكي بالتلفزيونات وبالفيسبوك، يعني زيارات وما اعرف شنو. يعني مو القضايا مو هيك تقاس. يعني مثلا موضوع الفساد، نعم. الانجاز وين وصلنا؟ نسبه هبوط الفساد بالمؤسسات الدوله القياس ماله كيف صار الان؟ يعني اليات الجديده فانتك من العمليه، يعني كيف؟ نعم. هل هاي المؤسسات؟ نعم دكتور، إذا كل هذه التساؤلات لربما مقبل الأيام راح تكون كفيلة بالإجابة عنها. هل أن هذه ضغوط سياسية؟ هل أن هذه أوراق لبعض الخصوم السياسيين؟ أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور زهير تشلبي عضو ائتلاف دولة القانون، حدثنا عبر سكايب من الموصل، وشكر كثير لحضرتك الأستاذ محمد رياسي للمحلل السياسي. نتواصل وإياكم بعد الفاصل ونتابع مشاهدي الأحبة. من جديد حياكم الله ورحب بضيفي الكريمين في هذا الملف، الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. أهلا ومرحبا بك دكتور طارق، وكذلك أرحب بالأستاذ محمود ياسين المحلل السياسي ينضم عبر سكايب من سوريا. أهلا ومرحبا بكم ضيوفا كرام. دكتور طارق، نتحدث عن فشل محاولات عزل سوريا اللي كان خلال أكثر من سنة أو من 10 سنوات عفوا، هل هي الدافع الرئيس نحو سلوك مغاير للدول العربية تجاه دمشق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتك سار احمد وضيفك الكريم. حياك. والمشاهدون الاكارم، في حقيقه الامر التغير في المواقف قد انتقل وانعكس على سهوله حل الكثير من المشاكل والازمات. المواقف العربيه اصبحت اكثر واقعيه في التعامل مع ازمات كثيره، لا سيما ونحن نشهد يعني حقيقه قرب حل الازمه الايرانيه السعوديه، وبالتالي قد ينعكس حل هذه الازمه على حل أزمات أخرى ومنها الأزمة السورية. أعتقد أن موضوع عودة سوريا إلى يعني القمة العربية وباعتبارها أحد الدول المؤسسة
أعتقد العودة أصبحت مسألة وقت، لطالما أنه أصبح هناك رغبة عربية متفقة على عودة سوريا، ما تبقى من هذا الوقت هو فقط إجراءات، يعني أمور روتينية فقط. أعتقد أن عملية الرجوع سوريا إلى القمة العربية ناتج عن رؤية جديدة تختلف عن الرؤية السابقة. بالمناسبة موضوع إبعاد سوريا عن القمة العربية كان رغبة عربية، وكذلك العودة، عودة سوريا كذلك الحال هي أيضا رغبة عربية. وبالتالي بمعنى أن هناك تغير في المواقف والرؤى العربية بالقياس بعد مرور 12 عاما، أعتقد أن الذهاب إلى هذه الحلول سوف يساعد في حل الكثير من المشاكل، باعتبار أن الحوار هو كفيل بحل المشاكل، أما القطيعة والابتعاد وعملية العزل سوف لن تجدي نفعا. نعم. طيب، أرحب مجددا بحضرتك أستاذ محمود ياسين. شنو سر توقيت قراءة الدول العربية إذا تسمعني أستاذ محمود؟ بينما يرجع لنا السكايب مع أستاذ محمود ياسين، دكتور نسأل عن توقيت قراءة الدول العربية لسوريا من باب الدبلوماسية وليس الحرب. فيما يتعلق بالتوقيت، التوقيت يرتبط إلى حد كبير بالتغييرات في المنطقة، وأعتقد أن الدول العربية بالوقت الحاضر بدأت تدرك أهمية إيجاد حل للكثير من الأزمات، لأن بقاء الأزمات قد يؤثر عليها أيضا، باعتبار أن الأزمة السورية، القطيعة ما بين إيران والسعودية، هذه المشاكل الكثيرة إذا ما بقيت على حالها سوف تنتقل إلى بلدان أخرى. يعني على سبيل المثال الحصر، الأزمة في السودان بالوقت الحاضر، لمذا الجميع ذهب ومن بينهم مصر حاولوا أن يحلوا هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن خوفا من انتقال هذه الأزمة إلى دولهم؟ وبالتالي الدول جميعها بدأت تحاول أن تقرأ المشهد قراءة جديدة. وأعتقد أن هذا الموضوع أيضا من حيث التوقيت يرتبط بالقمة العربية التي سوف تعقد في الرياض يوم 19 من الشهر القادم، وهو يعني الاجتماع الدوري للقمة العربية. فضلا عن ذلك، سوريا هي ليست غريبة عن المحيط العربي، وهي دولة مؤسسة، ليست دولة طارئة للجامعة الدول العربية. عملية استخراج، عملية عزل سوريا في مرحلة من المراحل كان نتيجة يعني نوع من الآراء الخاطئة تجاه بعض القضايا المهمة. وأعتقد أن التأثير، وهناك كانت دول كثيرة تراهن على يعني تغيير النظام في سوريا، ولكن سوريا طيلة هذه المدة حاولت أن تثبت أنها يعني قادرة على تجاوز الأزمات. نعم. طيب، أيضا نتساءل عن مجمل هذه التحولات دكتور طارق اللي حدثت في المنطقة مؤخرا، هل من الممكن أن نعدها الضوء الأخضر لهذه التسوية السياسية؟ نعم، في حقيقة الأمر هناك دول إقليمية مهمة، وهي تمثل دول المحور كالسعودية وإيران. كنا نتوقع منذ اليوم الأول للاتفاق ما بين السعودية وإيران أن ذلك سوف ينعكس على حل الأزمات الكثيرة في المنطقة، وأولى تلك الأزمات التي تم حلها وهناك محاولة لإنهاء الخلاف هو الأزمة اليمنية. والأزمة اليمنية بالوقت الحاضر تشهد تطورا وملحوظا واضحا، ونعتقد أن الأيام القريبة القادمة سوف تشهد حل الأزمة اليمنية، وهناك توافق ما بين اليمنيون أنفسهم لغرض بناء بلدهم والانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة البناء. كذلك الحال أن عملية الانتقال إلى الأزمة السورية وعملية حل الأزمة المشكلة السورية وعودة سوريا إلى وضعها الطبيعي أيضا سوف يسهم في حل المشاكل التي يعانيها الشعب السوري. الشعب السوري بالوقت الحاضر هناك مشاكل، صحيح هناك مشاكل طبيعية تتعلق بالزلازل والكوارث، ولكن هناك مشاكل أخرى تتعلق بالبنى التحتية. الحرب في سوريا قد أنهكت سوريا وأنهكت بناها التحتية، ولذلك نعتقد أن عملية حل هذه الأزمة ووجود بعض يعني الحلول التوافقية الداخلية لسوريا سوف تشهد يعني استقرارا لسوريا. نعم. طيب، نسأل عن قطر والجزائر والمغرب اللي رفضوا هذه المسارات اللي تكون معطيات تقارب مع سوريا بشكل أو بآخر. هذا الموضوع هل راح يشكل تحدي أمام جهود تعزيز مكانة دمشق وعودتها للمحيط العربي برأيك دكتور؟ ابتداء التحفظ على عودة سوريا من قبل الدول هو ليس على وتيرة واحدة. شلون؟ هناك دول يعني كانت أكثر تصلبا مثل قطر، وهناك دول كانت تشترط بعض الاشتراطات، مثلا المغرب، موضوع جبهة البوليساريو وعملية الدعم وكذا. أعتقد هاي المسائل بسيطة وسهلة. فضلا عن ذلك أعتقد الكويت والأردن كانت عملية العودة مشروطة،
قد اشترطوا بعض الشروط المتعلقة بالحوار السوري وإيجاد نوع من التسوية السياسية، يعني عودة المهجرين والنازحين، إيجاد نوع من التوافق والمصالحة الوطنية داخل سوريا، يعني بعض الشروط. أعتقد أن هذه التحفظات سوف يعني تنتهي بمجرد وجود بعض المفاوضات ما بين سوريا والدول الأخرى الساعية لعودتها إلى المقعد مقعدها في جامعة الدول العربية، باعتبار أن عودة سوريا أكيد هناك مشروطة من قبل جميع الأطراف، يعني الجانب السوري يشترط والدول العربية تشترط نقاط كثيرة. هي صحيح النقاط يتم حلها عن طريق الحوار، ولكن هي الأزمة ليست سهلة. المشاكل في سوريا كثيرة ومعقدة، من أبرز تلك المشاكل هي التدخلات الخارجية والتواجد الدول المتعددة، لا سيما التواجد الأمريكي، التواجد الروسي إلى آخره من التواجد في منطقة مهمة. إضافة إلى ذلك أعتقد أن سوريا تواجه مشاكل كثيرة مع جارة تركيا في شمال سوريا، والتدخل التركي في الشمال السوري أيضا قد يبحث، ومشاكل كثيرة معقدة. طيب، نتحدث عن العلاقات بالمثل. أرحب مجددا بحضرتك الأستاذ محمود ياسين. إذا ما كانت هنالك عودة للعلاقات بشكل طبيعي بين سوريا وتحديدا دول الخليج، هل ستكون هنالك اشتراطات أو لربما التزامات من دول الخليج بالمساهمة في إعادة الإعمار في سوريا كما كانت مساهمة في ما حدث في سوريا من دمار؟ مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير جميعا. حياكم الله أستاذ محمود. من المؤكد أن عودة سوريا وعودة الدول العربية إلى الحجم العربي الواحد هي موضوع، يعني موضوع وقت، وهذا موضوع لا بد منه، ولا يمكن أن تتجزأ الدول العربية ولا يمكن أن تتجزأ القومية العربية. موضوع العودة أن يكون هناك اشتراطات أو قوات، ومن الطبيعي أن تساهم دول الخليج بإعادة الإعمار، إعادة إعمار ما تم تجهيزه من قبل المجموعات الإرهابية المدعومة من الأمريكي والإسرائيلي والتركي ومن بعض الدول العربية سابقا. لكن يعني لابد من العودة ولابد من الاتفاق العربي حول بعضنا البعض، لأن العريضة هي القاضي الأساسي لكل الوطن العربي. هنا أيضا أستاذ محمود نتحدث أمام هذه المعطيات، هل يمكن القول بأن سوريا مسألة عودتها إلى الحضن العربي كما سميته، هل باتت أنه مسألة وقت راح تترجم فعليا هذه الخطوات في حضورها القمة العربية المقرر عقدها في الرياض الشهر المقبل؟ أنا أعتقد جازما أن الموضوع هو يعني صادق قصين أو أدنى، والأيام القليلة القادمة وليست بالكثيرة ستترجم على أرض الواقع، وستعود الألفة العربية وستعود القمة العربية إلى قمتها ورونقها وزهورها بوجود كل الأقطار العربية وعلى رأس الجمهورية العربية سوريا، لأن سوريا هي قلب الوجود النابض. لا يمكن أن تكتمل هذه الأسيرة الجميلة للوطن العربي بدون أن تكون سوريا موجودة ضمن هذا ضمن هذه الباقة ضمن هذه المجموعة المتكاملة. العودة جدا أمور وصلت لمرحلة كبيرة نتيجة الحوار ونتيجة التباحث والنقاش مع مختلف الدول العربية و الوساطات التي تدخلت وحل حل الأمور. نعم. كل إلى ما كان عليه، وإن شاء الله سيكون هناك دور كبير ومحوري لسوريا على الصعيد الحكومي العربي في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. طيب دكتور طارق، عن العودة السورية، هل هي مشروطة بمعالجات ملف الأزمة السورية أم أنه هنالك مسارات أخرى، يعني من باب عفى الله عما سلف؟ حقيقة الملفات كثيرة ومعقدة في سوريا، واعتقد انه الاشتراطات هي متبادله، يعني ليست هناك اشتراطات فقط من قبل يعني الدول العربيه تجاه سوريا، اعتقد سوريا ايضا لديها بعض الاشتراطات، يعني اقصد بها الدوله السوريه تجاه قضايا معقده.
واعتقد انه الاشتراطات سوف لن يتم الموافقه عليها من قبل كل الاطراف، سوف يكون هناك تحفظ على بعض القضايا. نتامل خيرا لحل كثير الازمات، لا سيما يعني ليس فقط الازمه السوريه، اعتقد انه الازمه اللبنانيه ايضا في طريقها الى الحل، بمعنى نحن نترقب ما بعد حل الازمه اليمنيه والازمه السوريه ننتقل الى حل ازمه لبنان. لبنان بالوقت الحاضر يعاني الكثير، وقد يعني يسال، ربما يسال سائل ما شان الازمه اللبنانيه بالازمه السوريه؟ اعتقد الازمات مع بعضها تتداخل وتؤثر مع بعضها البعض، بمعنى ان حل الازمه السوريه سوف يمهد الطريق لحل الازمه اللبنانيه، وكذلك الحال للازمات الاخرى التي يعاني منها يعني المواطن العربي. نعم. طيب هذه الازمات نتحدث عنها الدكتور طارق الزبيدي. استاذ محمود نسال هنا، هل راح تبقى ايضا؟ فقدنا الاتصال مع الاستاذ محمود ياسين. دكتور هذه الازمات ما دام ان هنالك مسار لمنهاج جديد او صفحه عربيه جديده، خصوصا اذا ما وسعنا المساحه ونقول بان التقارب الايراني السعودي، هذا التقارب اللي بدا يلقي بظلال الايجابيه على المنطقه، بالتالي هنالك حلحلة لبعض الأزمات التي كانت عالقة، ملف السعودية، اليمن تحدث حضرتك عن البحرين ليس ببعيد، لبنان وإلى آخره من هذه المسائل. صح. لطالما هن الدول الكبرى، دول الأقطاب في المنطقة، المنطقة يعني فيها ميزان قوة على مستوى الإقليمي، على مستوى الدولي صحيح أن هناك هيمنة للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودول أخرى قد تؤثر وتتأثر بطبيعة الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، ولكن نعتقد على مستوى الميزان القوى الإقليمي هو قائم على أساس يعني الدولتان الأساسيتان، ولتان يمثلا قطبان مهمان، مع حل والتقارب بينهما والمتمثلة بالسعودية وإيران سوف نستطيع أن نحل الكثير من الأزمات. ولكن حتى لا نكون متفائلين كثيرا، احنا نتمنى الحل، ولكن حتى لا نكون متفائلين أن الموضوع المسائل المبحوثة هي ليست سهلة ابتداء. فضلا عن ذلك، المسائل التي سوف تبحث لا يوجد هناك اتفاق واجماع حولها، وانما هناك اختلاف في وجهات النظر. يعني ايران السعوديه تختلف في كثير من القضايا الموجوده في المنطقه. عمليه التقارب ما بينهما قد يساهم مساهمه جاده لحل الكثير من المشاكل، ولكن نحن نعول على الحلول الداخليه المتعلقه بشؤون المنطقه، منطقه الدول المسلمين او الدول العربيه، ولكن نتخوف جدا من العامل الدولي، ولغاية الآن هو لم يتدخل في حل هذه القضايا، لكن بالمستقبل سوف ننتظر الموقف الأمريكي والموقف الروسي والموقف الصيني من هذه، أو موقف الاتحاد الأوروبي من هذا التقريب وجهات النظر الموجودة. صحيح البعض يعتقد أن هؤلاء الدول بشكل عام ليس لهم يعني تأثير، لكن نقول أنه تأثير واضح، لا سيما أن الشرق الأوسط هي منطقة نفوذ أمريكي، فالولايات المتحدة الأمريكية قد يعني تكون لها مواقف، تكون لها يعني سلوكيات اتجاه هذا التقارب. نعم. نعم، اشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق الزبيدي استاذ العلوم السياسيه في جامعه بغداد اثريت الحوار، وشكرا جزيلا لك استاذ محمود ياسين المحلل السياسي انضمت معنا عبر سكايب من سوريا، ونأسف لانقطاع الخط معك، يبدو ان اتصالا ياتيك على هذا الخط. شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.